استقبل النائب العام المستشار حمد الصاوي النائب العام لروسيا الاتحادية إيغور كرازنوف في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفد قضائي رفيع المستوى من مكتب النائب العام لروسيا الاتحادية. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز آليات التعاون القانوني والقضائي بين النيابتين وتفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بينهما وجدول الأعمال المكمل لها بشأن برنامج التعاون القضائي الدولي الملحق بالمذكرة والموقع بين النيابتين في منتصف يونيو الماضي. к обмену различными практиками прокурорского надзора. طبعا الجو الجميل الذي نشهده اليوم في القاهرة سيجعلنا حتى نناقش بأكثر نشاط وحماس.